اليوم مع السي عزيزه خنوش نريد ان نحول وان نتاقلم وان نلائم هذه المؤسسات المنتخبه مع التطور المجتمعي اللي عرفته بلادنا خصوصا في الشمال والشمال إخوان السكان ديال الشمال كيعرفوا سنه 2000 كيف كان الشمال وكيف اصبح اليوم بفضل التدخل الشخصي لصاحب الجلاله نصره الله باش وقع التحول داخل الشمال مدينة تطوان مدينة طنجة المضيق الفنيدق مدينة الحسيمة بقى مجموعة ديال المدن في هذه الجهة تعاني وأصبحت عندنا جوج ديال المناطق واحد الخط حضري عرف واحد نمو كبير جدا وكيستج... وكيجلب استثمارات كبرى واحد الخط نسميوه خلفي اللي فيه الحسيمة البادية فيه الشاون فيه الوزان فيه العرائش ما عدا القصر الكبير من طبيعة الحال انتم عارفين السبب ف <applause> سيد الرئيس هذه المناطق هذه عندها خصاص كبير جدا وقلنا كمسؤولين وما بغيناش نلعبوا داك الدور ديال المواطن لما كيجي ل... شي مؤسسة إدارية أو منتخبة كيبقى يشكي حنا من غنشكيو نحن المسؤولون عن التغيير هذا هو القرار اللي تخدا في المكتب الجهوي كيف سنلعب الدور ديالنا كمسؤولين عندنا ر... 54 رئيس عندنا 1000 منتخب بالتالي كيف أن نتحول من مطالبين من راغبين من محتجين الى فاعلين سيد رئيس الحكومه دخلتوا للحكومه واسمحوا لي غادي نطول دخلتوا للحكومه عندكم خط واضح عارف اش باغي دير الدوله الاجتماعيه ما ركبتوش على داك الشيء اللي كان هبطتوا منظومة ديال الصحه على الارض اسمحوا لي نستعمل عبارات وتفكات هذيك المنظومه والان يتم اعاده بنائها مجموعه القوانين مجموعه المراسيم مستوصفات اللي كتخرج اللي بدات كتشوف بدات الحيز الوجود 1400 مستوصف هذا فيما يتعلق بالصحه واللائحه طويله ولا بغيت نعددها لكم ما غنكملش اليوم فقط في الصحه لكن السيد الرئيس خداها بشكل احترافي بهدوء الضغط ديال الشارع، الضغط ديال الرأي العام، الضغط ديال الخصوم السياسيين اللي باغيين يفشلوا هاد هاد لأنهم فهموا واحد الرئيس جا لواحد الحزب وعاود هيكلوا بكامله والنتيجة ديالو 10 آلاف منتخب كيفهموا قياسا إلى دار نفس العملية في الصحة راه شي حاجة غادي تخرج في 2026 أن المواطن سيستفيد من الصحة كما استفاد التجمعي من الانتخابات وحصل على الاصوات